عزيز الطاوع حماد القوة. احكي لنا انت وين كنت انت وابنك وايش اللي صار معكم؟ شفا وطلعت قبل اسبوع قبل 11 يوم وصبت سبت ابني في مستشفى شفا متصاوب في رجله ولليوم بعلمش ايش مصيره هو طيب ولا هو ولو ميت واتمنى من الله انه ابني يكون طيب واتمنى من الله السلام بين الشعبين بين الشعب الاسرائيلي والشعب الفلسطيني. احكي لنا انت ابنك انقطع الاتصال معاه امتى؟ ولا في اي اتصال بالمرة لا بالقريب ولا بالبعيد. امتى وصلت انت المناطق الجنوبية من وين طلعت؟ طلعت من مستشفى الشفا ووصلت نص عيلتي في خان يونس ونص عيلتي في رفح خربة العدس مدرسة الوكالة ابن خلدون وبدي اطمن على ابني بدي اعرف ايش مصير ابني ميت ولا طيب واتمنى من الله السلام بين الشعبين.